بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء الأربعاء. هذا اللقاء يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. بداية الشيخ صالح نرجو أن تفسر الارتداد. نعم يا أخواني، يذكر الشيخ أن هناك تردد أو صدى، لعلكم تعالجون هذا الصدى. أخوي نايف المخرج. طيب، في أواخر سورة المنافقون في قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يذكر الله سبحانه وتعالى في آخر هذه السورة التي أنزلها في المنافقين ووصفاتهم محذرا عنهم، وذكر أقوالهم الشنيعة التي تصدر منهم، ومنها أن كبيرهم عبد الله بن أبي بن سلول قال هذه المقالة: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فرد الله عليه بقوله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون. فالله جل وعلا رد عليه، وذلك أنه يقصد بالأعز هو قوم عبد الله بن أبي، أو يقصد نفسه أنه هو الأعز، ويقصد بالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليخرجن الأعز من المنافقين، منها أي من المدينة، الأذل وهو الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فرد الله عليه بقوله: ولله العزة، أي القوة والغلبة والمنعة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، هؤلاء هم الذين لهم العزة بالإيمان وبحماية الله لهم ونصرته لهم، ولكن المنافقين لا يفقهون، ليس عندهم فقه. في الآية الأخرى: لا يعلمون، فهم لا يفقهون ولا يعلمون، لأن الله أعمى بصائرهم بسبب نفاقهم، فصارت أقوالهم خاطئة وأعمالهم خاسرة لأنها ليست على إيمان. وجاء في الرواية أن عبد الله بن أبي
كان له ابن صالح، كان له ابن صالح اسمه عبد الله أيضا. فلما سمع هذه المقالة أخذ السيف ووقف على مدخل المدينة لما رجعوا من الغزوة، أخذ السيف ووقف على مدخل المدينة، ولما جاء أبوه عبد الله بن أبي ليدخل منعه وقال: والله والله لا تدخل حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدحر الله هذا المنافق ورد الله عليه، ورد عليه ابنه، وانتصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، وأخزى الله المنافقين. ثم ذكر سبحانه وتعالى في ختام هذه السورة هذه التوجيهات، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا. المنافقون ليسوا مؤمنين، وإنما آمنوا بألسنتهم وكفروا بقلوبهم. الله نادى المؤمنين الذين آمنوا بألسنتهم وبقلوبهم وبأعمالهم وأخلصوا لله سبحانه وتعالى، فالله ناداهم فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم. لا تلهكم أموالكم أي الاشتغال فيها عن ذكر الله سبحانه وتعالى، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وأعظم ما يشغل في هذه الدنيا هي الأموال والأولاد، فالأولاد مطلوبون والأموال مطلوبة. لم يمنع الله جل وعلا من الأموال والأولاد، وإنما منع من التهابها عن ذكر الله. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ثم بين عاقبة من يلهو بماله وولده عن ذكر الله، فقال: ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، الذين حقت عليهم الخسارة وحصر الله الخسارة فيهم. مع أنهم يعتزون بأموالهم وأولادهم، قد قال الله جل وعلا فيهم: ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. والله جعلها لهم شاغلة عن ذكر الله. وأما المؤمنون فهم يطلبون الرزق والتجارة، ولكن لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، سبحوا له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فالمؤمنون يطلبون الرزق ويسعون فيه، ولكن لا يشغلهم ذلك عن ذكر الله. فإذا حانت الصلاة وسمعوا المنادي أقبلوا على الصلاة في المساجد، فإذا فرغوا من صلاتهم فإنهم ينصرفون إلى طلب الرزق. هذه صفة المؤمنين، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، هذه صفتهم. فيجمعون بين خيري الدنيا والآخرة، كما قال جل وعلا في آخر سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذه صفة المؤمنين، وهذا ما أمرهم الله جل وعلا به.
ثم قال جل وعلا: وأنفقوا مما رزقناكم. فالمراد من تحصيل الرزق ليس تخزينه والبخل به، وإنما لينفق منه المسلم على نفسه وعلى أولاده وعلى المحتاجين، فيكون له في ذلك الأجر العظيم. أنفقوا مما رزقناكم، هو الله هو الذي رزقهم إياه وطلب منهم أن ينفقوا منه. أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، لأن المنافقين كانوا يبخلون بالمال، يقبضون أيديهم، يعني يقبضونها عن الإنفاق في سبيل الله. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، أن يحضره الأجل وهو لم ينفق، ثم إذا حضره الأجل ندم، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي أخرني إلى أجل قريب، ما يطلب وقتا طويلا، إلى أجل قريب، مع أن الله أعطاه عمرا طويلا لكنه ضيعه، فهو الآن يطلب ولو مدة قليلة. نجي ربنا أخرنا إلى أجل قريب، أخرني إلى، لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ليستدرك ما ضيعه في عمره، كان لا يتصدق ولم يكن من الصالحين، فهو تحسر وندم وطلب من الله تأخير الأجل، والله قضى وقدر سبحانه أنه إذا جاء الأجل فإنه لا يؤخر، كما أنه لا يقدم عن موعده، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. الله جل وعلا لا يضيع أعمالكم، هو عليم بها وخبير بها، وهو يحصيها لكم، إنما هي أعمالكم، كما في الحديث القدسي قال الله جل وعلا: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ صالح. بعد أن فسرنا هذه الآيات المباركات، قبل أن نأخذ الاتصالات، وصلنا هذا السؤال شيخ من الأخت من ميرات سين ألف ألف، تقول: فضيلة الشيخ صالح، نحن نحبكم في الله وندعو لكم على تفضلكم بإجابة المستمعين والمشاهدين على هذه الفتاوى، ونحن استفدنا الحقيقة من علمكم، رفع الله ذكركم في الدارين. تقول سؤالها: يا شيخ، توفي رجل صالح وهو من الخير قريب والصلاح وأهل التقى، نحسبه كذلك والله حسيبه، وفي ذلك اليوم تقول بعد وفاته نزل مطر غزير. هناك البعض من الناس يعتقد أن لهذا ارتباط وكذا، تقول: أرجو من الشيخ أن يبين لنا صحة ذلك. لا شك أن إنزال المطر بقدر الله سبحانه وتعالى، وما ننزله إلا بقدر معلوم، فنزول المطر ليس له ارتباط بموت أحد، ولكن هذا من باب التفاؤل ورجاء الخير، والله أعلم، لكن لا علاقة لنزول المطر بموت أحد، إنما إذا جاء وقت نزوله الذي قدره الله أنزله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم الشيخ. أبو حماد من الرياض، تفضل أبو حماد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. عندي أربع أسئلة تقريبا، سؤال سريع. السلام. السؤال الأول: كيف يكون الأمر المعروف عن المنكر بالنسبة لرجل الهيئة أو العامي؟ السؤال طيب. الثاني، طيب، هل إذا ضاق الوقت في الفجر، يعني قام الإنسان من النوم متأخر وضاق الوقت، هذا يكفي لركعة؟ هل أبدأ بالسنة الراتبة وهي مؤكدة أو الفريضة؟ طيب. السؤال الثالث: هل تصلى الضحى قبل الأذان الظهر بدقيقتين أو ثلاث؟ طيب. وما أكثرها؟ طيب. والسؤال الرابع: هل تصلى الوتر بعد أذان الفجر إذا قام متأخر؟ وجزاكم الله خير الجزاء. شكرا. السلام عليكم.
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما هي صفاته ومن هم أهله شيخ؟ الله سبحانه وتعالى بين على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم كيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فجعل إنكار المنكر بحسب الاستطاعة، فالذي عنده سلطة أن يكون ولي الأمر أو نائب ولي الأمر الذي أسند إليه مهمة الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، يزيل المنكر بيده بناء على سلطته التي أسندت إليه، فيزيل المنكر بيده. أما الذي ليس له سلطة ولكن عنده علم وعنده معرفة بما هو المعروف وما هو المنكر، يبين للناس، ينكر بلسانه، ينصح ويعظ ويذكر ويبلغ، أيضا يبلغ من لهم سلطة عن وجود المنكر ومكانه، يبلغهم لأجل أن يزيلوه بسلطتهم. وإذا لم يكن عنده سلطة وليس عنده علم، أو عنده علم لكنه منع، فإنه ينكر المنكر بقلبه بأن يكرهه ويكره أهله ويبتعد عنهم ولا يجالسهم ويخالطهم ما داموا على المنكر. والذي لا ينكر المنكر بقلبه ولا يفرق بين المعروف وبين المنكر، هذا ليس فيه إيمان، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. نسأل الله العافية. نعم. يقول الشيخ: إذا ضاق الوقت، هذا السؤال الأول. نعم. يقول: إذا السؤال الثاني: إذا ضاق الوقت في الفجر بالنسبة للفريضة ولم يصلي السنة. إذا كان تفوته صلاة الجماعة فيصلي مع الجماعة ويؤخر الراتبة إلى ما بعد الفجر أو إلى ما بعد ارتفاع الشمس، ولا يترك الجماعة من أجل أن يصلي الراتبة. أما إذا كان سيصلي هو وحده بدون جماعة، ما عنده جماعة ولا قريب منه جماعة يريد أن يصلي، فإنه يأتي بالراتبة أولا ثم يأتي بصلاة الفجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ناموا عن صلاة الفجر في بعض أسفارهم ولم يستيقظوا إلا عند حر الشمس، الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يصلي بأصحابه فإنه أتى بالراتبة أولا ثم صلى الفجر. فإذا كان لا يرتبط بجماعة فإنه يأتي بالراتبة أولا ثم يصلي الفجر. نعم. يسأل عن الضحى، متى ينتهي الوقت ومتى؟ نعم. وأما الوتر. نعم. وأما الوتر. نعم. إذا فاته الوتر فإن طلع الفجر وهو لم يوتر يؤجل الوتر ويقضيه ضحى، يقضيه بعد ارتفاع الشمس ويشفعه. إذا كان يوتر بثلاث يجعله أربعا بسلامين، وإذا كان يوتر بخمس يجعله ستا بثلاث تسليمات، وهكذا ويشفعه. نعم. والضحى وقته وانتهاءه شيخ؟ صلاة الضحى سنة مؤكدة، ويبدأ وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى أن تتوسط الشمس في كبد السماء فوق الرؤوس، يدخل وقت النهي، فهذه صلاة وقت صلاة الضحى، وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان ركعات، كل ركعتين بسلام. نعم. محمد من الرياض، تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام، ارفع صوتك شوي يا محمد. عندي سؤال طال عمركم. تفضل. أنا سألتكم قبل يومين بس ما سمعت صوت الشيخ قبل الهاتف، عندي بعوض السؤال مرة ثانية إن شاء الله. تفضل اطرح سؤالك. انا موظف في احد مؤسسات المقاولات، موظف حارس. نعم. اذا يعني في الخطوط انا عبر الحفريات احرس المواد المولدات الكهربائيه والاستهلاك. طيب. الكهربائيه كذا،
نعم. وطلب مني مدير المؤسسة أن أحرس بيته لمدة 3 أشهر عند لفترة الإجازة. فهل يجوز لي أن أستلم الراتب من المؤسسة لمدة 3 أشهر وأنا أشتغل في بيت الحارس في بيت المدير لحراسته؟ طيب شكرا. فهمت علي السؤال؟ نعم خلاص شكرا. يا أخي أنت حارس عند شركة فتلتزم بالعمل الذي ولتك إياه الشركة بالراتب الذي تدفعه لك ولا تشتغل عند غيرها، تقوم بالعمل الذي أسندته إليك الشركة من الحراسة، حراسة المعدات والأشياء التي للشركة. فإذا كنت ترغب أن تترك الشركة وتشتغل عند هذا الشخص فلك ذلك، لك أن تفسخ العقد مع الشركة وتعقد مع هذا الرجل الذي تقول عنه. أما أنك تخلي عملك الأساسي تذهب إلى عمل آخر وتأخذ الراتب من الشركة هذا لا يجوز لك. نعم. طيب خالد معنا من الرياض، تفضل خالد. السلام عليكم شيخ عبد الكريم. عليكم السلام، تفضل. أكلم الشيخ طال عمرك. تفضل الله يحفظك، تفضل. الشيخ صالح، السلام عليكم شيخ صالح. حفظك الله يا شيخ صالح، نحبك في الله. عليكم السلام. تفضل. وندعو لك في ظهر الغيب. جزاك الله خير، تفضل سؤالك. جزاك الله خير. نعم. طال عمرك الأيام هذه يكثر الحديث في مواقع الإنترنت عن حصار العمل الخيري في المملكة العربية السعودية. مما يسبب نوع من الإثارة والبلبلة لدى العامة طال عمرك. فما توجيه فضيلتكم في هذا الأمر؟ شكرا. الأمر الثاني شيخ عبد الكريم. نعم. الأمر الثاني شيخ صالح، الملاحظ في مقبرة النسيم في الرياض. ألو. نعم نعم نسمعك. الملاحظ في مقبرة النسيم في الرياض، حينما تحضر الجنائز بعض المحتسبين هدانا الله وإياهم يؤخرون الجنائز للصلاة مرة أخرى عليها، فما توجيهكم لهؤلاء؟ جزاك الله خير. شكرا. بارك الله فيكم. طيب السؤال الأول. نعم. الجواب عن السؤال الأول، قولك إن من الناس من يحصر أعمال الخير والصدقات على المملكة، هذا غير صحيح. المسلمون والحمد لله فيهم خير في أي مكان، ولكن المملكة تشكر على ما تقوم به من مساعدة المحتاجين من المسلمين في أي مكان، وليس معنى هذا أن فعل الخير محصور في السعودية، ولكن السعودية سباقة إلى هذا الشيء بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بعناية ولاة الأمور فيها. نعم. دفع تأخير الجنازة. وأما السؤال الثاني، تأخير دفن الجنازة مقبرة النسيم. نعم نعم، يقول مقبرة النسيم أنه أن بعض المحتسبين يؤخرون دفن الجنازة من أجل انتظار من يأتي ويصلي عليه، هذا غلط. المبادرة، الواجب المبادرة بدفن الميت وعدم تأخيره، لكن لو حضر ناس وهم لم يصلوا عليها يمكنون من الصلاة عليها قبل الدفن، أما إذا كانوا ينتظرون أحد يأتي هذا غلط. تدفن الجنازة ومن جاء فيما بعد يصلي على القبر، والصلاة على القبر مشروعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيصلى على القبر، هو لازم تؤخر الجنازة وتضار الجنازة من أجل أن يحضر من يصلي عليها، لا تفوت صلاة الجنازة. من أدركها قبل أن تدفن صلى عليها قبل أن تدفن، ومن لم يدركها حتى دفنت يصلي على القبر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هل إمام المسجد إذا قال في الرفع من الركوع الله أكبر بدلا من سمع الله لمن حمده هل يلزمه سجود للسهو؟ إذا تعمد هذا وكبر بدل التسميع تبطل صلاته، أما إذا كان ناسيا أو جاهلا فإنه يسجد للسهو لأنه ترك واجبا، وترك الواجب سهوا يجبره سجود السهو. نعم. طيب ناخذ أبو عبد الله من الجبيل، تفضل أبو عبد الله. أبو عبد الله السلام عليكم. عليكم السلام.
مساك الله بالخير يا شيخ. حياك الله. سلام. بكلم الشيخ لو سمحت. تفضل. الله بالخير. مساك الله بالخير يا شيخ صالح. تفضل. اقصر التلفزيون. اقصر التلفزيون شوي الله يعافيك. ابو عبد الله. ابو عبد الله اقصر التلفزيون شوي. ان شاء الله ان شاء الله. يلا طيب اطرح سؤالك. تفضل يا اخي. السؤال الاول طال عمرك انا عندي زوجتي. طيب. هل ولدي عندي زوجتي واحده تكيب اولاد واحده ما تكيب الله يرزقها. ولدي يسلم على ام زوجتي ما تكيب اولاد هذا واحد. طيب يجاوب الشيخ لحظه. لحظه سؤال ثاني. لحظه لحظه يجاوب الشيخ. ايوه. تفضل. أقول ولدك لا علاقة له بأم الزوجة الثانية، لا علاقة له ولا تكشف وجهها له، ولكن السلام عليها مع احتجابها لا بأس بذلك، هذا شيء طيب. نعم. السؤال الثاني. السؤال الثاني طبعا كان أحصل عمال على الطريق من حقين اللي يقطون الدبس ذا. أقول انتظر يا أخي. واعطيهم فلوس عني وعن والدي. لحظه شوي لحظه. اقول جواب على طيب اقصر التلفزيون. اقول جواب على سؤالك، انت تقول هل لابني ان يسلم على ام زوجتي الثانيه، ام زوجك الثانيه التي ليست هي امه. نقول لا، هي اجنبيه منه، تحتجب منه ويسلم عليها من وراء حجاب. نعم. ناخذ محمد من جدة لأن في تردد الأخ أبو عبد الله. محمد تفضل. محمد. ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. الشيخ صالح الفوزان. تفضل. سلام. سؤالي يا شيخ. نعم تفضل. سؤالك يا محمد. نعم معك يا شيخ. يا شيخ. طيب طيب سؤالك اطرح الله يحفظك. سؤالي يتعلق بزكاة الأسهم. إيه طيب. إذا حال علي الحول أزكيها ولا لا؟ واضح السؤال، شكرا لك. الأسهم على قسمين، الأسهم التي في أشياء ثابتة تستثمرها بغلتها تزكي غلتها إذا جاءتك. أما الأسهم المعروضة للبيع فهذه مثل السلع، تثمنها عند تمام الحول وتزكي قيمتها التي تساويها على رأس الحول. نعم. طيب جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. هذا أبو سعد أرسل لنا من جدة هذا السؤال، يقول ما حكم من لم يأخذ برخص السفر عندما يسافر مثلا من الرياض إلى الدمام أو من الرياض إلى الطائف؟ نعم. من لم يأخذ بالرخص في السفر. نعم. الشيخ. الشيخ معنا. أي سفر؟ يقول إذا سافرت مثلا من الرياض إلى الدمام. أي سفر يأخذ؟ مثلا سافر من الرياض إلى الدمام أو من الرياض. نعم. إذا سافر. نعم. نعم. أقول إذا سافر من الرياض إلى الدمام هذه مسافة قصر، كونه يعمل بالرخص أفضل، كونه يصلي يقصر الصلاة الرباعية ويجمع بين الصلاتين في حال السير هذا أفضل له، لأن الله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ صالح. بعض الفتاوى يتناقل بعض الناس في الفترة الماضية فتاوى شاذة، فما موقف المسلم غير المتعلم من هذه الفتاوى الشاذة؟ ومن هم أهل الفتوى الذين يرجع إليهم في مثل هذه الحالات؟ ما هي هذه الفتاوى الشاذة حتى ننظر فيها؟ وأما الذين يرجع إليهم فهم أهل العلم، قال جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فيسأل العلماء المعروفون بالعلم والمعروفون بالتقوى، يسألهم عما أشكل عليه. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم.
هذا سائل وهذا السؤال يا شيخ طالما يعني عرض علينا ولكن للإفادة نعرضه على فضيلتكم. في الآونة الأخيرة أيضا وهي النغمات التي تزعج المصلين وفي المساجد من الجوالات، هل يأثم من دخل إلى المسجد وقد وضع نغمات موسيقية أو غيرها تشغل المصلين؟ أولا النغمات الموسيقية لا تجوز لا في المسجد ولا في غيره لأنها من اللهو المحرم. ثانيا في المسجد يجتمع محذورا، أولا أنها نغمات محرمة، والأمر الثاني أنها تشوش على المصلين، والأمر الثالث أنها تظهر في المسجد في بيت من بيوت الله، فعلى هؤلاء يتقوا الله سبحانه وتعالى. وإذا جعلوا منبها في الجوال من غير النغمات الموسيقية فإنهم إذا دخلوا في المسجد إما أن يغلقوا الجوال وإما أن يجعلوه على الصامت حتى يفرغوا من الصلاة، فلا يتأذون ولا يؤذون بذلك. نعم. نأخذ أبو عبد الرحمن متصل. السلام فضل. عليكم. عليكم السلام. مساء الخير سماحة الشيخ. تفضل. السؤال الأول، حكم ترك الصلاة في وقتها تهاونا مع الجماعة؟ طيب، والثاني؟ حكم رمي فائض النعمة يوميا. طيب، شكرا لك. ترك الصلاة مع الجماعة هو ذكر سؤالين في هذا. نعم. سؤال يعني تأخير الصلاة عن وقتها. نعم يا شيخ. متعمدا، وهذا حرام ولا يجوز ولا تصح صلاته إذا أخرجها عن وقتها متعمدا، لا تصح صلاته، فعليه يتوب إلى الله ويحافظ على الصلوات في أوقاتها. الأمر الثاني أنه لم يصلي مع الجماعة، هو يقدر على هذا، الجماعة قريب منه، والجماعة واجبة، صلاة الجماعة واجبة على المسلم الذي يستطيع أن يحضر ويصلي مع الجماعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. لا يسع المسلم وهو يسمع النداء ويقدر على الحضور، لا يسعه أن يتخلف عن صلاة الجماعة. نعم. إخراج فائض النعمة يوميا يا فضيلة الشيخ، النعمة من شكرها أنها تحترم، أنها تحترم ولا تمتهن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط ما عليها من الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. ولما رأى صلى الله عليه وسلم تمرة في الطريق أخذها وقال: لولا أني أخشى أنها من الصدقة لأكلتها. فلا يجوز امتهان النعم، إذا شبع الإنسان فإنه يتهاون بها ويهدرها، الواجب عليه أن يرفعها، إما أن يأكلها مرة ثانية وإما أن يعطيها للمحتاجين، على أنه لا يجوز الإسراف في طبخ الأطعمة من غير أن يحتاج إليها، يعني يطبخ قدر ما يأكل هو وما أهل بيته ولا يسرفون في الطبخ بحيث يزيد هذا عن حاجتهم. نعم. ما زلنا معكم ومع فضيلة الشيخ صالح الفوزان على الهواء مباشرة. ناخذ اتصال بندر من الرياض. بندر. سلام. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. جزاك الله بالخير يا شيخ. وعليكم السلام. اقصر. جزاك الله بالخير. بندر اقصر التلفزيون الله يعافيك. يا شيخ انا كنت مع جماعة التبليغ. طيب. واتضح لي ان منهجهم منهج بدعي. نعم. وبتصوف وتبت من يعني اخذت معهم 5 سنوات كذا. فالان اقدر احذر منهم يا شيخ؟ هل يجوز لي احذر منهم؟ شكرا. خصوصا ان اخواننا بالسعوديه اخذينها وسيله دعويه وكذا. طيب، واضح سؤالك. اذا
يا أخي في السعودية والحمد لله عندنا الدعوة، عندنا وزارة مستقلة للدعوة والإرشاد، وفيها علماء، ونحن على طريق صحيح وعلى عقيدة التوحيد، ولسنا بحاجة إلى أن نستقدم دعوات مجهولة ولا ندري من أين صدرت. وما دام أنك عرفت هذا والحمد لله وتبين لك ما عند جماعة التبليغ، الواجب عليك أن تحذر منها، ما يسعك السكوت وأن تعلم عليها مآخذ، يجب عليك أن تحذر منها، وهذا من النصيحة. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نحن والحمد لله في بلاد التوحيد، في بلاد الدعوة، عندنا وزارة مخصصة للدعوة والإرشاد، كيف يجون ويدعون إلى الله ويقتحمون بلادنا ويقتحمون أولادنا ويقتحمون القرى والبوادي؟ لا يجوز تمكينهم من هذا، ويجب أن الدعاة إلى الله الذين عينتهم الدولة وعندهم أهلية أن ينتشروا في هذه البلاد، وأن لا يكون مجال لغيرهم ممن يفيدون إلينا. نعم، جزاكم الله خير الشيخ صالح. الحقيقة إن أذنت لي في طرح سؤال يتخصص في هذا الموضوع، وهو أن الشباب بحاجة أن يكونوا مع علمائهم الموثوقين الربانيين، يسألونهم، يرجعون إليهم، لعل لكم أيضا توجيه حول هذه النقطة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة. وقال لحذيفة بن اليمان: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فلزوم الجماعة واجب، والشذوذ من شذ شذ في النار. فالواجب أن نكون مع جماعة المسلمين، مع ولاة أمورنا ومع علمائنا، وعلى ما نشأنا عليه من العقيدة الصحيحة، وما تعلمناه في مدارسنا وفي مساجدنا، ولا نستورد من هنا وهناك، أو نتيح الفرصة لمن يأتينا من هنا وهناك، ولا ندري من أين صدر، ولا ندري أين تعلم، ولا ندري ما هي طريقته. نعم، أحسن الله إليك. مسفر معنا، تفضل مسفر. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ صالح، أحبك الله، أحبك الله يا شيخ. وعليكم السلام، جزاك الله خير، تفضل. عندي سؤالين، السؤال الأول هو الاستثمار في بطاقات سواء، والسؤال الثاني فيه واحد يظلم زوجته ويضربها، هل يصلح أن أدعي عليه؟ شكرا. يسأل عن بطاقات سواء. نعم. يا شيخ بطاقات سواء إذا كانت بطاقات تستخدم للمكالمات، يعني صالحة لأن يستخدمها الإنسان مدة معينة ويشتريها للاستخدام، لا بأس. وكذلك لا بأس أن يبيعها إذا توفرت لديه، أن يبيعها على الناس، لأنها فيها منفعة معروفة، يجوز بيعها منها من أجل هذا. نعم، إذا كان الزوج يظلم زوجته ويسيء إليها، هل لهذه الزوجة أن تدعو عليه؟ عليها أن تصبر، وأن تطلبه بحقها، وأن تذكره بذلك، وأن الله سبحانه وتعالى قال: وعاشرهن بالمعروف. فعليه أن يعاشرها بالمعروف، وأن يوفر لها ما أوجبه الله عليه نحوها من النفقة والكسوة والمسكن والمبيت، فيبيت عندها ولا يظلمها. فإذا رأت منه ظلما فإنها تناصحه وتطلب منه حقها. نعم، أحسن الله إليكم. الإحرام لمن كان في الحرم، من أين يحرم شيخ؟ إن كان يريد أن يحرم بالحج
يحرم من مكانه ولو من مكة، حتى أهل مكة من مكة. وإن كان يريد أن يحرم بالعمرة وهو في الحرم فلا بد أن يخرج إلى الحل ويحرم بالعمرة من الحل. نعم. نأخذ المتصل سلطان معنا على الخط. تفضل سلطان. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. بارك الله فيك. ممكن سؤال يا شيخ؟ السلام. تفضل تفضل. هل يجوز إعطاء زكاة المال عامل يعمل عندي؟ شكرا. السؤال الثاني بارك الله فيك. نعم. يوجد لدي تبرعات. إذا كان فقيرا، إذا كان العامل الذي عندك فقيرا ومسلما ولا تحتسبها من أجرته فلا بأس بذلك. طيب. ترى فيه ارتداد. طيب شكرا يا أخي بارك الله فيك. فضيلة الشيخ، لم في ارتداد، في خلل فني بيننا وبينك. فضيلة الشيخ، ما حكم التعلق بالأسباب؟ لا يجوز التعلق بالأسباب. فيه فرق بين فعل الأسباب والتعلق بالأسباب. فعلها مأمور به ولكن لا يتعلق بها، بل يتوكل على الله، يتعلق بالله سبحانه وتعالى، فيجمع بين فعل الأسباب المباحة مع التوكل على الله سبحانه، فلا يهدر الأسباب ويقول أنا متوكل، ولا يعتمد على الأسباب ويقول هي كافية، يجمع بينهما. نعم. أحسن الله إليكم. يقول الشيخ، قرأت عن الشفاعة لمن تكون وما هي أقسامها، حدثونا عنها مأجورين. والله هذا موضوع طويل ما يتسع له، لكن الشفاعة إذا كانت على وجه الشرع، الشفاعة عند الله لا يقبلها إلا بشرطين: أن يأذن للشافع أن يشفع، وأن يكون المشفوع فيه من المؤمنين من أهل التوحيد. نعم. لكن عنده معصية يستحق عليها العقوبة فيشفع له عند الله إذا أذن الله له بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هل يستحسن الحج للمقتدر كل سنة وهذا لا يشق عليه، أو أن يدفع ذلك مالا لمن لم يحج؟ الحج كل سنة إذا تيسر فيه فضل عظيم تابع بين الحج والعمرة، لكن في وقتنا الحاضر والزحمات، وأيضا النظام لا يسمح له، لا يسمح له بالحج كل سنة أو إلا بعد 5 سنين كما هو معروف، لئلا يضايق الحجاج، وكونه يتصدق بهذا المال، هو أدى فريضة الحج، كونه يتصدق بهذا المال أو يعطيه المحتاجين أفضل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا يا شيخ، أنني أشاهد في بعض القنوات أناس يعالجون الآخرين أو المشاهد بالرقية، فما رأيكم في هذا العمل؟ هذا عمل باطل. الرقية تكون مباشرة على المريض بأن يقرأ عليه من القرآن والأدعية الشرعية مباشرة، أو يقرأ له بماء يشربه، يشرب الماء المقروء فيه، هذا الذي وردت به الأدلة. أما الرقية من بعد بواسطة وسائل الإعلام أو المواقع، هذا ليس له أصل. وهؤلاء يريدون الأموال فقط، ما قد يكونون عندهم عقائد باطلة، قد يكونون يأتون بأشياء غير شرعية في الرقية، وهذه ليست رقية، من بعد لا تكون رقية. نعم. بهذه الفتاوى القيمة والمسددة من فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، نأتي إلى ختام هذه الحلقة والتي أجاب فيها فضيلته على استفساراتكم وأسئلتكم عبر الهاتف وعبر الفاكس. شكر الله لفضيلة شيخنا العلامة صالح الفوزان ورفع ذكره في الدارين. شكرا لفريق العمل في منزل الشيخ، والشكر موصول لزملائي معي في الاستوديو في الرياض، نايف الكرشمي مخرج هذه الحلقة. يتمنى لكم أوقاتا طيبة
وعامرة بذكر الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.